طيب احنا كنا مع مراسلنا كريم احمد، هنروح بقى لفقره الاخبار مع زميلنا بس في الاستوديو العزيز جدا محمد توفيق، واللي هيقدم لينا كمان قراءه لابرز الاخبار النهارده. يعني توفيق خلينا نرحب بيك طبعا، اتفضل. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانتم طيبين طبعا، سعيد بوجودي معاكم لاول مره في رمضان. يمكن كنا بنفتقدكم في رمضان بعدم وجودكم الصبح، لكن الحمد لله موجودين معانا ومع كل جماهير النادي الاهلي مساء في الاهلي في رمضان، ودايما يا رب متجمعين مع النادي الاهلي، ودايما يا رب متجمعين زي ما كنتوا بتتكلموا في البدايه، وكل المصريين متجمعين دايما في رمضان، مفيش فرق زي ما انت قلت. لكن ده مش بس كان زمان، ده لسه مستمر لحد دلوقتي، وربنا يديم دايما يا رب علينا النعمه دي، ونفضل دايما نسيج واحد باذن الله رب العالمين. باذن الله توفيق، واحنا سعداء ان انت دايما بتكون معانا من خلال يعني اللايف لكن او السكايب، لكن انت النهارده معانا لاول مره في الاستوديو، فاكيد احنا كمان سعداء جدا. كل سنه وانت طيب. في البدايه قبل اي حاجه، قبل ما نخش على اخبار النادي الاهلي، كلمنا عن انت يعني يومك ازاي ماشي في رمضان، وهل بتتفق معانا ان زمان برضو العيله والترابط كان مختلف شويه، الجيران كانت بتعزم بعض بشكل اكبر، التواصل كان احلى، يمكن انا وانت سننا شويه قريب لبعض يعني، ممكن تكون فاهم انا بتكلم في اي نقطه. بالفعل يعني هو في حاجات مرتبطه بينا كاشخاص ومراحلنا العمريه، وكمان في حاجات مرتبطه بالعصر نفسه. يمكن دلوقتي الدنيا بقت اسرع شويه، الناس بقت، الاول زمان كان دايما كريم دايما الناس كانت تشتغل من 8 الصبح ل2 الظهر وتروح، دلوقتي لا تقريبا الناس كلها بتشتغل على مدار 24 ساعه، فيمكن ده عمل شويه يعني قله الترابط، مش بس في رمضان، في الايام كلها في على مدار السنه الناس بتشتغل شيفتات مختلفه، ده بعد ما شويه. يمكن الفتره بقى بنتكلم فيها كانت جميله جدا، كان برامج الاطفال معروف يعني، كنا بنتكلم في القناه الاولى والثانيه بس، وما كناش بنزهق. دلوقتي بتتكلم في 400 قناه وبتزهق يعني، ما بتعيش حاجه. لكن طبعا كنت سامعكم بتتكلموا على المسلسلات، يعني لغايه دلوقتي المسلسلات بنشوفها بنقعد نتفرج عليها تاني، ده دليل طبعًا. على يعني ده مش المسلسلات لوحدها توفيق، ده في بعض الاحيان تترات المسلسلات بس لما نسمع حاجه زي ليالي الحلميه ولا ارابيسك ولا ولا على طول بتاخدك فلاش باك للزمن الجميل. على ذكر ده، يمكن مسلسل وسيه كان يعني بيعاد عرضه على احدى القنوات، انا عايز اقول لك ان انا ما كنتش اتفرجت عليه قبل كده كامل، لا قعدت وبشغف، وكمان يمكن قعدت ولادي كمان يتفرجوا عليه. لا في حاجه، في رساله كمان بتتقال مهمه جدا طبعًا. وبتعلم يعني النص نفسه، والممثلين كانوا قامات كبيره جدا، كان حتى طلبوا مني الممثل طبعا الكبير احمد عبد العزيز لما شافوه في الوسيه، كان سنه اصغر شويه طبعًا. فلما قلت لهم في مسلسلات رمضان السنه دي السن اكبر، فمش متخيلين ان دوت هو دوت، فقلت لهم لا طبعا. بس انت تلاقيك ما عندكش وقت تتابع في اي مسلسلات، انت تلاقيك يعني ما بين كل فروع النادي الاهلي والاخبار والمستجدات اول باول. رمضانك عامل ازاي السنه دي؟ طبعا الشغل رقم واحد، ده يعني كلنا بنبقى الشغل عندنا رقم واحد، بعد كده وقت العيله بنبقى حريصين على الاقل اول يوم رمضان بالطبع ان يبقى الفطار متجمعين زي زمان، ولمه العيله الاسره طبعا، يعني الاب والام وجودهم مهم جدا، وجودهم معاك على الفطار على اللمه، ان كمان الاحفاد او الاجيال الثانيه تشوف الترابط دوت. اعتقد لو كل واحد فينا وصل الرساله دي، الرساله هتوصل من جيل لجيل، وان شاء الله هتستمر يعني لان ان شاء الله باذن الله، ونفضل يعني زي مصر زي ما انت قلت. يمكن كمان اصدقائنا اللي سافروا بره، اكيد انتوا سافرتوا بره، ممكن يكون في رمضان، لا يقول لك انت ما بتحسش برمضان غير هنا في مصر طبعا. وعايز اقول لك معظم المصريين المغتربين واللي عايشين في الخارج واللي بيشتغلوا في دول سواء خليجيه او اوروبيه، كلهم بدون استثناء بيظبطوا اجازاتهم السنويه في حال وجود اجازه سنويه عندهم على رمضان. بالفعل، عشان زي ما قلت لك رمضان في مصر الكل فيها حاجه ثانيه بصراحه طبعا. خاصه طبعا. في رمضان يمكن حتى في ناس كمان من غير المصريين زي ما انت كنت بتتكلم في البدايه، ان هم بييجوا يحبوا يقضوا اجازاتهم في رمضان، يكونوا متواجدين طبعا. روحانيات مختلفه، اجواء مختلفه، شعب بجد مختلف، استحاله تلاقيه في اي دوله تانية. احتفالات يعني دايما احنا الحمد لله مناره طول عمرنا، الجامع الازهر اللي يمكن كان منظر مشرف جدا، واحنا بنتفرج على صلاه الفجر الاول يوم طبعا. من العاصمه الاداريه طبعا. كمان كان صلاه التراويح كلها روحانيات جميله طبعا. اعتقد يعني بتفكرنا برمضان زمان، واعتقد ان احنا يعني احنا كمان اللي هنفكر باولادنا وكل اصحابنا ان شاء الله رمضان يفضل زي ما هو في مصر. كل سنه وانت طيب واولادك طيبين طيب وكل حبايبك طيبين يا رب. طيب ايه بقى الاخبار اللي معاك النهارده؟ اخبارنا كتيره طبعا. حالا دلوقتي منتخب مصر بيلعب الحمد لله، الفريق لحد ما دخلت يعني كان كسبان 2-0 الحمد لله. في حاجه استجدت؟ لا كان 2-0 لحد دلوقتي الحمد لله. صلاح ومرموش صح كده؟ بالفعل، ده يعني دي الحمد لله بركه امل، يمكن كمان دي اول مباراه لروي فيتوريا مع المنتخب رسميا، فطبعا كان بيسعى للفوز الحمد لله، كمان ده عوده للطريق الصحيح خاصه بعد الخساره الاخيره من اثيوبيا. كان ده بقى اول اخبارنا، ونبتدي على طول بقى باخبارنا معاكم مع كل مشاهدينا وجمهور النادي الاهلي الحبيب في كل مكان. بنتكلم واولى اخبارنا عن المنتخب ومباراته الحاليه اللي شغاله حاليا، والمنتخب الوطني يبحث عن الانتصار امام ملاوي. يمكن الفريق زي ما قلنا المباراه جاريه حالا دلوقتي، يمكن المباراه ابتدت في 9 مساء ومستمره الان، والحمد لله المنتخب متقدم بهدفين للا شيء،
طبعا الهدف الاول احرزه محمد صلاح في الدقيقه 20، والهدف الثاني احرزه مرموش في الدقيقه 46 من عمر الشوط الاول. ان شاء الله المباراه تخلص بالشكل دوت. طبعا زي ما اتكلمنا ان روي فيتوريا المدير الفني كان بيسعى لتحقيق الانتصار، خاصه ان ده مباراته الاولى الرسميه مع المنتخب الوطني، لتعويض بالطبع زي ما قلنا الهزيمه اللي تعرض لها المنتخب مؤخرا امام اثيوبيا خارج الديار. طبعا المباراه بدات بتشكيل، يمكن الهجوم كان محمد صلاح بالطبع، احمد زيزو، مرموش، وكمان مصطفى محمد. تشكيل بقى بشكل عام للعب بيه المنتخب النهارده، كان حارسنا الكبير محمد الشناوي النهارده بيقود حراسه المرمى، في خط الدفاع محمد حمدي، احمد حجازي، محمد عبد المنعم، محمد هاني، خط الوسط كان طارق حامد ومحمود حماده، وفي خط الهجوم او اللي تحت رؤوس الحربه كان عمر مرموش، احمد سيد زيزو، ونجمنا المصري محمد صلاح، وفي الهجوم مصطفى محمد. كان دكه البدايه كمان كان عليها عدد كبير جدا من النجوم، احمد الشناوي، محمد صبحي حراس مرمى، هشام صلاح، احمد فتوح، علي جبر، امام عاشور، ومروان عطيه، حمدي فتحي، احمد عبد القادر، ومصطفى فتحي، ونجمنا محمود عبد المنعم كهربا، واحمد حسن كوكا. كل التوفيق مع المنتخب، ودعواتنا طبعا ان شاء الله المنتخب يعني المباراه تنتهي بهذه النتيجه. وكمان يا كريم يا نهواند عندنا مباراه مهمه جدا امام ملاوي في ظروف صعبه جدا، الثالثه عصرا صيام يوم الثلاثاء القادم باذن الله. شايفينها ازاي وشايفين فرص المنتخب ازاي، خاصه المجموعه كلها كل الفرق قبل مباراه اليوم كلها 3 نقاط. رائع جدا، كلام محترم، وبنسعد ان انت كمان بتشوف المنتخب بتاعك بيأدي بشكل حلو مش بس كنتيجه يا توفيق. يعني انا شايفه وعندنا تفاؤل بدايه كده بالمباراه، بنتكلم لا في اختلاف، في لعب حلو حتى على المستوى المحترفين. النقطه اللي انت كنت بتتكلم فيها قبل رمضان، كنا بنقول او بنقارن شويه لعب المحترفين قبل او مع الانديه بتاعتهم قبل اشتراكهم واشراكهم مع المنتخب، بتلاقي في فارق في بعض الاحيان، لكن اعتقد الموسم ده او السنه دي احنا مش شايفين ده. نتمنى ان شاء الله الافضل والاستمراريه بهذا الشكل كمان باذن الله، تكون بدايه لفيتوريا كويسه، ونكمل بقى ان شاء الله في مباراه العوده وفي متوقع مباراه. خبرنا الثاني بالطبع النادي الاهلي والمباراه الهامه اللي كنا لسه بنتكلم عليها من لحظات، الاهلي والهلال السوداني في ختام مباريات دوري المجموعات، والمباراه اللي احتضنها باذن الله استاد القاهره يوم السبت بعد المقبل في تمام 9 مساء. وبالفعل زي ما الجهاز الفني يعني يمكن رجع للتدريبات النهارده ودي الاستعدادات الفنيه، كمان لجنه المباريات بالنادي الاهلي اللي شكل يعني دورها ملموس جدا ومجهودها اكثر من في الفتره الاخيره، وده يمكن ظهر في كل الماتشات الخاصه بدوري ابطال افريقيا، خاصه مع دخول الجماهير وتذليل كتير جدا من العقبات. يمكن اللجنه بدات بالفعل بقى شغلها في التجهيز لمباراه الهلال السوداني. يمكن كان في بالامس اجتماع مطول للترتيب والتجهيز لكافه الامور التنظيميه الخاصه بمباراه الهلال السوداني، زي ما قلنا المباراه على استاد القاهره في ختام دوري المجموعات ان شاء الله يوم السبت 1 ابريل في تمام 9 مساء. يمكن 50,000 متفرج، يمكن مجلس الاداره عمل دوره على اكمل وجه بالتعاون مع الجهات الامنيه، مستنيين جمهور النادي الاهلي يكون حاضر بشكل كبير جدا. يمكن الاجتماع زي ما قلنا كان بالامس وناقش كل الجوانب التنسيقيه، وكمان يعني يمكن اتكلموا وشكروا كل الجهات اللي تم التنسيق معاها، الجهات الوطنيه ممثله في وزاره الداخليه، الشركه الافريقيه، شركه تذكرتي، وطبعا شركه السداد الوطنيه. يمكن اللجنه اكدت انها لاقت كل التعاون من جانب كافه الجهات الوطنيه، واللي بتبذل جهد كبير جدا لمسانده النادي الاهلي في مهمته الوطنيه بالطبع، وتوفير كافه سبل الراحه للجماهير. وان شاء الله كل دعواتنا وكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان يكونوا موجودين في المباراه، يتبقى فقط 90 دقيقه باذن الله، وان شاء الله نتاهل للدور التالي دور الثمانيه. وباذن الله النادي الاهلي كعادته نهواند يا كريم، النادي الاهلي لما بيصعد بعد كده الادوار الاقصائيه بنشوف نسخه مختلفه تماما، وان شاء الله يعني حلم ليه لا ناخد البطوله ان شاء الله. كان اخر 3 منافسات وخدنا البطوله مرتين، نصلنا النهائي البطوله اللي فاتت، ان شاء الله نرجع اللقب تاني. انا بتفق معاك، وزي ما قلنا في بدايه الحلقه مباراه لا تقبل القسمة على 2، مباراه في غايه الاهميه، وفيها كمان مش هقول مصالحه، ولكن سيبك من مصالحه، الجماهير ما بتزعلش من الفريق، لكن بتحاول ان هي ايه تشوف منه الافضل في المباريات اللي بعد كده. واعتقد نادي الاهلي معودنا على هذا الامر فيما سبق كمان، حتى وان كانت مباراه يعني لا تحسب بالشكل الافضل، لكن سرعان ما بيعوض في المباراه اللي بعدها. اعتقد ده اللي احنا هنشوفه في المباراه القادمه باذن الله. بس انت من وجهه نظرك ومتابعتك برده للجماهير يا توفيق، شوف ازاي ردود الافعال على المباراه دي، يعني هل في طاقه ايجابيه، هل في تفاؤل من قبل الجماهير المتابعين الاهلاويه؟ بالطبع جمهور النادي الاهلي يا نهواند يا كريم طول عمره متفائل، طول عمره عنده ثقه متناهيه، خاصه في رمضان كمان. يعني لما بنتكلم بقى على ذكريات كريم ورمضان، لان جماهير النادي الاهلي لها ذكريات جميله جدا مع مباريات النادي الاهلي في رمضان. صحيح. يمكن الناس كلها
تفتكر دايما يعني كلنا اتسحرنا في الشارع في الوقت دوت في 2001 البطولة الشهيرة وماتش الترجي التونسي كان في تونس ماتش العودة يمكن اللي كابتن صلاح حفيظ حط فيه هدف التعادل يمكن الهدف ده يعني أهلنا لدور القبل نهائي قبل نهائي وبعد كده يمكن كسبنا صن داونز في النهائي وفزنا على اللقب بعد غياب كبير جدا البطولة كان آخر بطولة 87 خدناها 2001 فأعتقد كمان يعني رمضان مع جماهير أعتقد هتبقى يعني سهرة رمضانيه اكثر أيوة من رائعه أيوة. خاصه انا عاوز اقول لك ان كل جماهير النادي الاهلي على السوشيال ميديا كريم بيسالونا التذاكر تنزل امتى مش بس من القاهره بنتكلم في محافظات كتيره جدا لحد اسوان والله ناس بتسال عايزه تيجي الماتش عاوزه تأزر خاصه زي ما قلت لك روحانيات رمضان مع ماتش وللاهلي اعتقد الموضوع هيبقى في حته ثانيه باذن الله. طيب أيوة. احنا هنتكلم على الكوره بس مفيش حاجه كده كره يد على مزاجك؟ بالطبع ده خبرنا الثاني زي ما بنقول ده قدر دايما النادي الاهلي في كل البطولات في كل الاوقات بيلعب حالا دلوقتي واحنا مع حضراتكم على الهواء مباراه النادي الاهلي والزمالك في كره القدم في كره اليد طبعا اللي بتقام على صاله الدكتور حسن مصطفى هنا في 6 أكتوبر يمكن بطوله الدوري العام انطلق بشكل اكثر من رائع النادي الاهلي في المقدمه بالطبع ماشي بشكل اكثر من رائع النادي الاهلي عنده 14.5 نقطه وخلفه طبعا الزمالك في المركز الثاني برصيد 13.5 نقطه كان الفريق بيسعى للاستمرار وفي المقدمه والحفاظ على المقدمه طبعا يمكن اداء مميز للغايه السنه دي النادي الاهلي عمل بشكل كبير اكثر من رائع يمكن الفريق خاض 9 مباريات حقق الفوز في 8 مواجهات وتعادل في مباراه واحده ولم يخسر يمكن الفريق سجل كمان 244 هدف واستقبلت شفاكو 313 هدف فقط الفريق استعد طبعا بشكل اكثر من رائع وبصفوف مكتمله بنتمنى لهم التوفيق وان شاء الله يبقى فوز بصداره عن جداره باذن الله ويبقى هدف الفوز بالبطوله اللي غابت عن النادي الاهلي لفتره طويله يمكن حرص كمان المدير الفني الاسباني ديفيد ديفيس المدير الفني للنادي الاهلي على تجهيز اللاعبين والتركيز على بعض الجمل الفنيه والخططيه للظهور بشكل مميز كعاده فريق النادي الاهلي وتحقيق الفوز كل التوفيق لرجال النادي الاهلي زي ما تمنينا في القدم كمان في اليد وباذن الله جماهير النادي الاهلي تفرح في كل الرياضات. نروح بقى لاخبار عالميه وخبر يخص اللجنه المنظمه لكاس العالم تحت 20 عام واللي هتقام باندونيسيا باذن الله خلال العام الجاري. يمكن اعلنوا عن الاغنيه الرسميه للبطوله واللي هتجدوا بها فرقه ويرد جينيوس الاندونيسيه وبتحمل الاغنيه اسم جلوريس ويمكن بطوله كاس العالم للشباب تحت 20 سنه منصة هامة جدا لاكتشاف العديد من المواهب يمكن على مدار التاريخ دايما مواهب كتير بتظهر من خلال بطولة كأس العالم للشباب اخرهم طبعا كان هالاند نجم مانشستر سيتي ونجم منتخب النرويج اللي كان يعني توج بيه الحذاء الذهبي في البطولة وجائزة احسن لاعب كمان يمكن اللاعب الارجنتيني اللي توج مؤخرا مع منتخب الارجنتين بكأس العالم للكبار الفارس يمكن كمان كان يعني شاهد تألقه بشكل كبير جدا في كأس العالم للشباب على مستوى بقى مصر يمكن عدد كبير جدا من نجومنا تألقوا في دورات كأس العالم للشباب يمكن محمد صلاح ومجموعه كبيره جدا من اللاعبين كانوا في كاس العالم للشباب في 2011 في كولومبيا يمكن ما تم يعني ما توفقوش يمكن كانت القرعه صعبه جدا وقابلوا يعني الارجنتين واقصتهم مبكرا ولكن ان شاء الله فيما هو قادم يمكن يعني حزين جدا انا كريم يا نهاوند ان منتخبنا ما وصلش للبطوله دي طبعا كنا منظمين التصفيات على ارضنا ولكن للاسف خرجنا بشكل يعني سيء للغايه ان شاء الله الاجيال القادمه تبقى قادره على التعويض والعوده مجددا لامجاد مصر باذن الله. نتمنى ذلك يا توفيق. في بقى خبر انا عارفه انه معاك والخاص ب يعني حمله ضد العنصريه واعتقد احنا في امس حاجه لهذا الامر خصوصا انه هنتكلم عن الملاعب والساحه الرياضيه وشفنا كذا وقفه في بدايه المباريات ل يعني ماتشات ونوادي مختلفه وانديه مختلفه بتحمل شعار ضد العنصريه اعتقد احنا في امس الحاجه ده لان المشاهد كمان يا كريم احنا شفنا ده كذا مره بنشوف مشاهد عنصريه للاسف من بعض كمان اللعيبه المفروض هم بيكونوا قدوه يعني العكس هو اللي بيكون صحيح فكلمنا اكتر عن ده لو معاك تفاصيل طبعا. يمكن المبادره المره دي بينضم يعني الاتحاد الالماني لكره القدم ينضم لحمله تناهض العنصريه او ضد العنصريه يمكن هذه الحمله بيشارك فيها عدد كبير جدا من اتحادات كره القدم الاوروبيه الاتحاد الالماني بالطبع اعلن انضمامه للحمله في المباراه يعني المقبله بما فيها مباراتي المنتخب الالماني الوديتين امام بيرو وبلجيكا يمكن في بيان صادر عن الاتحاد الالماني قال ان لدينا شيء ضد العنصريه سيتم عرضه على شاشات الاعلانات في المباراتين يومي غدا السبت والثلاثاء المقبل كما سيتم عرض في جميع المباريات الوديه وللمنتخبات تحت 21 عام وكمان مباريات دوري السيدات ودوري الدرجه الثالثه للرجال بالاضافه بالطبع لمنصات التواصل الاجتماعي للاتحادات يعني الانشطه المختلفه للانديه والاتحاد الالماني خلال الفتره المقبله خاصه ال10 ايام اللي هم طبعا ضمن الحمله ان ده جزء من حمله وفعاليات دوليه
ضد العنصرية هيتم إن شاء الله تنظيمها خلال الفترة من 20 مارس إلى 2 إبريل القادم. والحملة طبعا يعني مبنية على مبادرة الأمم المتحدة اللي بيتم تنسيقها في ألمانيا من قبل مؤسسة ضد العنصرية. شعار هذا العام بإذن الله اللي تبناه العالم كله هو أوقفوا العنصرية بإذن الله رب العالمين. يعني نروح بقى مكملين في أخبارنا الدولية وميسي وتتويج الأرجنتين بكأس العالم. يمكن احتفالات صاخبة شهدها ملعب المونومنتال في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس اليوم أو يعني فجر اليوم طبعا بعد تتويج المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم المرة الثالثة في تاريخه. وكانت على هامش مباراة ودية بالطبع جامعة منتخب الأرجنتين مع بنما واللي فاز فيها بهدفين بدون رد. يمكن احتشت قرابة 83 ألف متفرج في ملعب المونومنتال لمتابعة المباراة الأولى لمنتخب الأرجنتين بعد الفوز بكأس العالم قطر 2022 واللي بتأتي طبعا بعد 3 شهور من التتويج. يمكن بدأت الودية أمام بنما وكلها كانت احتفالات رسمية باللقب الغائب عن الأرجنتين منذ 36 عام. وبعد أن افتتح الشاب تياجو ألميدا النتيجة بهدف سجله في الدقيقة يمكن في أول مباراة في الدقيقة 76 يمكن ميسي بقى أصخب وأزاد الاحتفالات الأرجنتينية بهدف تاني يمكن هدف تاريخي في آخر 5 دقائق لميسي. ميسي طبعا نجم العالم وسبع كور ذهبية قبل كده كأحسن لاعب في العالم. يمكن امبارح بمجرد ما حط الجون طبعا هدف رائع من ضربة حرة مباشرة يمكن طبعا الاحتفالات دجت في الملعب كله. الهدف دوت طبعا مهم جدا ان ده وصل رقم 800 في مسيرة ميسي. كان ميسي توج زي ما قلنا بأفضل لاعب في العالم 7 مرات وصل 800 هدف على مدار تاريخه. اعتقد لحظات حاسمه وتاريخيه يعني احنا محظوظين ان احنا شفنا ميسي وحضرناه. يمكن ميسي كمان قال يعني انا فخور جدا ان انا عشت اللحظه دي اللي قادر فيها على الاحتفال معاكم كرفعت كأسي كوبا امريكا وفي بلادي وبعد كده كأس العالم في قطر. قال اعتقد ان من اجل هذا تلعب كره القدم. كمان يعني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين المتوج بكأس العالم سكولاني اتكلم عن المباراه امبارح وعن التتويج وقال ان انا يعني انهمر الدموع وهو بيتكلم طبعا قال انا ممتن لهؤلاء المجموعه من اللاعبين. كره القدم هي ملكهم هي ملك من يرتدي هذا القميص. كل من بذل جهدا او بذل عرقا لتحقيق هذه النتائج. قال هذه المره الحمد لله الامانه اتحققت ومنتخب الأرجنتين توج بلقب غايب لمده 36 سنه اعتقد حدث كبير. لعبه القط والفار ميسي ورونالدو كان امبارح الاثنين يعني شهد التالق الاثنين في نفس الليله اعتقد ده حاجه كبيره جدا. اعتقد احنا مشفقين على العالم كله بعد ميسي ورونالدو الكره هتبقى شكلها عامل ازاي. انا بتفق معاك بس عارف برضو في كم اسم طالع منهم هالاند على سبيل المثال يعني تحس ان لا لسه العالم بيطلع نجوم يا كريم بس بيجيب لك نجوم برضو اخرين وهو دي طبيعه الحياه. بنتكلم يعني عن البني ادمين. هالاند مش انسان انت مش قادره تصدقي ليه. أيوة. ده مش بني ادم يعني بيبقى في كده كل فتره اسم بيطلع لكن هيبقى برضو كريستيانو رونالدو وميسي اسطورتين يعني على غير العادة زي ما بتقال وجمعوا بين أجيال مختلفة. فطبعا يعني إيه بقى أخبار اللي عندك عن كريستيانو كمان؟ ما زي ما اتكلمنا يمكن ميسي عمل ليلة تاريخية رونالدو بالطبع رح معلي عليه وعمل ليلة تاريخية أكبر. يمكن امبارح طبعا كريستيانو رونالدو يحقق أرقام قياسية بعد ثنائية ليشتنشتاين. يمكن حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالأمس عدد من الأرقام القياسية في فوز منتخب بلاده العريض على مضيف منتخب ليشتنشتاين برباعية نظيفة في انطلاق تصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2024. يمكن سجل النجم البرتغالي رونالدو مهاجم النصر السعودي الهدفين الثالث والرابع في مرمى منتخب ليشتنشتاين. يمكن هنقول أبرز الأرقام بقى القياسية اللي حققها رونالدو زي ما كنا بنتكلم. يمكن رونالدو أصبح لاعبي عميد العالم برصيد 197 مباراة طبعا أزاح يعني عميد لاعبي العالم السابق نجم منتخب الكويت بدر المطوع صاحب ال 196 مباراة. أعتقد أن لقب عميد العالم طبعا لينا الشرف كمصر أن كان كابتن حسام حسن حمل هذا اللقب ومن بعده كمان الصقر أحمد حسن. ولكن أعتقد اللقب بوجود رونالدو على قمة المباريات الدولية في العالم أعتقد اللقب يعني زاد زي ما بنقول بريقا بتسيد رونالدو لهذا الرقم. يمكن كمان رونالدو سجل هدفه رقم 100 في المباريات الرسمية على المستوى الدولي كأول لاعب في التاريخ. اعتقد ما فيش حد سبق رونالدو الرقم دوت وهيبقى صعب جدا الا طبعا لو هالاند ليه راي تاني فيما هو قادم من منافسات ان شاء الله. صحيح. كمان الرقم الثالث ان رونالدو وصل للرقم 120 على المستوى الدولي خلال 197 مباراه. رونالدو نجح في التسجيل كمان ده رقم يعني رابع رقم قياسي عمله نجح في التسجيل على المستوى الدولي العام 20 على التوالي. لكن ده اللي كانت نهواند بتقوله ان رونالدو وميسي يختلفوا كمان ان هم جمعوا بنتكلم على مسيره وصلت ل 20 سنه للاثنين.
كمان يمكن الهدف اللي احرزه يعني رونالدو كان اول اهدافه الدوليه كان في اليونان خلال يورو 2004 في اليونان، ده كان اول هدف مستمر لغايه كمان 23 وبيعمل ارقام قياسيه. اعتقد مسيره يعني حافله بالانجازات، واعتقد ان هو مثال لكل لاعب كره قدم عايز يعمل تاريخ وعايز يجتهد. دي كانت نهايه اخبارنا، ولكن دايما الاهلي في رمضان مجمعنا صحيح. ودايما باذن الله كل يوم حلقه جديده تمتعونا بيها، تمتعوا كل جماهير النادي الاهلي، ودايما يا رب متجمعين في الاهلي، ودايما يا رب متجمعين في رمضان، وان شاء الله نجتمع هنا بعد ماتش الهلال ونحتفل كلنا مع بعض التاهل يا رب.